انا بالنسبة للشق اللي حضرتك متخصص فيه. تمام، نيجي بقى للشق اللي احنا متخصصين فيه. انا عاوز اقيم الخزان بتاعي، ببتدي اخد عينات صخرية عشان ابتدي اعمل عليها اجراء اختبارات بهدف زي ما قلت لحضرتك ان انا اعرف ايه الحاجات دي. برضو ممكن نتنقل نشوف حاجة هناك كده. دي هنا بكل بساطة بتبقى الشركة اللي هي عاوزة تقيم وبتجيب لنا العينات الصخرية. دي المادة زي ما حضراتكم شايفين دي اسمها فايبر جلاس، دي بتوصل تقريبا، دي بتبقى يعني تبسيطا بتبقى عبارة عن مواسير ممكن توصل لحوالي 30 قدم الواحدة، بتنزل مرة واحدة عشان بطريقة معينة المواسير دي بتلف عن طريق جهاز عملاق اسمه بريمة الحفر بينزلها. يعني زي ما حضرتك شايفة دي بيبقى تقريبا طوله متر، متصورة حضرتك انك منزلها حاجة 30 متر على بعضيها. الفكرة بكل بساطة ان انا بنزل في الخزان اللي موجود تحت، المواسير دي بتلف، فلما بتلف بتعبي جواها العينات الصخرية. انا بقطع ال 30 متر دول على بعضهم وبطريقة معينة بتطلع لي على البريمة ماسورة طويلة طولها 30 متر. صورين حضراتكم انا ببقى موجود كهناك كمتخصص في هذا الامر، بستقبل العينات الصخرية دي عن طريق مناشير معينة ببتدي اقطعها لامتار، وده السبب ان انا شايف هنا قطع، القطعة بتبقى متر اصلا بيبقى موجود فيها الصخر من جوه. طيب بعد ما بقطعها ببتدي احط هنا حاجة اسمها كبات صفرة من قدام ومن ورا عشان الصخر ما يقعش، وابتدي اقفلها بالكلمبات ديت كده. لو انا سايل مثلا انا بقول انا عندي 30 متر يبقى انا كده عندي 30 ماسوره، 30 ماسوره بحملهم، وبالمناسبه الحفر ده ممكن يكون في الصحراء او ممكن يكون في البحر، بحملهم عن طريق عربيات معينه لو انا في الارض او عن طريق السفن لو انا موجود في البحر، بحيث انهم في الاخر بيجوا لي هنا. طيب لما اجوا لي هنا ايه اللي حصل؟ ببتدي افك الحاجات ديت عشان انزل الصخر اللي حضراتكم شايفينه هناك. طيب الصخر اللي موجود جوه اصلا بيبقى اصلا بيبقى كتله واحده بالظبط، بس هو هنا مش كتله واحده بالظبط، الصخر بيبقى موجود جوه عباره عن كده، متصوره حضرتك بيبقى حته كتله واحده كده. لما بيجي لي هنا بقى انا شخصيا ببتدي اقسم الكتله دي الى حتت بالظبط، وزي ما احنا شايفينه عينه اسطوانيه، العينه الاسطوانيه دي نفسها انا ببتدي اشقها نصين، وده يمكن عشان كده حضرتك شايفه ان الصخر مشقوق نصين، كل ده كان في الاصل عباره عن كده كتله مدوره، وكل ده اصلا في الاصل كان موجود داخل اسطوانات الفايبر جلاس اللي هي طالعه من الارض على بعد 7 كيلو او 8 كيلو متر او 9 كيلو متر زي ما يكون. يجي لي هنا بقى عشان انا ابتدي بقى اخد عينات اصغر منه استعدادا لاجراء اختبارات عديده تتعلق باستخراج الزيت والكميات المستخرجه والمشاكل، تقييمات معينه بعملها عشان في الاخر انا بوديها للشركه صاحبه المكان او صاحبه الاستكشاف، يبقى دي البيانات اللي انا توصلت لها ويبقى الشركه القرار قرارها فيما يتعلق بعمليه الانتاج والاستخراج. انا بس كده في تحت عينه بقول له انت عندك كذا وكذا، امكانياتك كذا كذا، والقرار في الاخر بيبقى قرار